انا كان جالي مره نجيب الريحاني، بحبه، نفسي اعمله، بحب الشخصيه دي جدا، وعنده قصته فيها دراما اقوى من الدراما اللي هو كان بيمثلها المسرح. يعني هو الحيويه والتجديد والاكتيفيتي بتاعت الممثل لازم تبقى متصله بالمسرح ما بين الحين والاخر، لان المسرح هو الاساس. ما انا عملت تياترو مصر وعملت كام روايه فيها، وبعدين بس يعني بنستنى بقى لما السيزون اللي جاي. فانا شايف ان الناس بتيجي للمسرح تاني، حاجه حلوه، تجربه جميله جدا واتبسطت بيها والحمد لله. بعد كده جالي الفيديو بقى والمسلسلات، ده بعد 10 سنين او 15 سنه بمثل. اخر 5 سنين ابتديت اشتغل دراما تلفزيونيه. والله فيلم بسيط، وكان في وقت يعني في معالجه حلوه وفي نجوم دمهم خفيف، ويعني كان في وسط افلام كبيره جدا، وبالرغم من ذلك صمد وعمل ايراد كبير كويس، يعني على تكلفه الفيلم وعلى ان هو فيلم كان معمول حسابه صغير، كان صغير يعني، كان كويس جدا، كسب يعني الحمد لله.